اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي روسيا أمام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء بأنها دولة إرهابية، مما دفع روسيا إلى اتهامه باستغلال خطاب أمام مجلس الأمن كحملة علاقات عامة عن بعد للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية. وطالب زيلنسكي مجلس الأمن بطرد موسكو من الأمم المتحدة وإنشاء محكمة للتحقيق في أفعال الجيش الروسي الذي غزا أوكرانيا في 24 من فبراير شباط، غير أن روسيا عضو بالمجلس يملك حق النقض الفيتو ويمكنها أن تحمي نفسها من أي إجراء من هذا القبيل. وقال زيلنسكي للمجلس إن روسيا ليس لها الحق في المشاركة في المناقشة والتصويت فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وهي حرب غير مبررة واستعمارية. وأضاف: أدعوكم إلى تجريد وفد الدولة الإرهابية من صلاحياته.